وأما ما يتعلق بنكاح المحلل والمراد بذلك أن الرجل يتعمد الزواج بامرأة ليحللها لزوجها الأول، ونكاح التحليل كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك أنه قد جاء لعنه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود كما في السنن وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل الأول، يعني لعن الله عز وجل من تواطأ على ذلك، لعن الله عز وجل من تواطأ على ذلك، وهم ثلاثة: المحلل ومن حلل له، وهما الزوجين إذا تواطأ في ذلك، وهذا يشملهما اللعن. والأصل أن اللعن إذا جاء في كلام الله أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقع على كبيرة في أقل الأحوال، يقع على كبيرة في أقل الأحوال. ولكن بالنسبة لنكاح المحلل، إذا قلنا أن رجلا تزوج امرأة بقصد إعادتها إلى زوجها الأول، قلنا بتحريمه، فهل ترجع إليه بذلك؟ نقول هذا يتفرع عن مسألة قبل ذلك، وهي صحة العقد أصلا، هل العقد في ذلك صحيح إذا تزوج الرجل امرأة بقصد تحليلها لزوجها؟ هذه المسألة هي من مواضع الخلاف، هذه المسألة من مواضع الخلاف. اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال إن النكاح في ذلك باطل، إن النكاح في ذلك باطل، وذهب إلى هذا الإمام مالك رحمه الله، وهو قول لأبي حنيفة، وقول لأبي حنيفة، وهذا النكاح باطل بمعنى أن وجوده كعدمه، أن وجوده كعدمه، ولا بد حتى لو أراد الزوج أن يبقى عند هذه الزوجة ولو بيت النية أن يعيد إلى زوجها، فرأى الزوجان أن يبقيا، هل يبدأ بعقد جديد؟ نقول هو عقد باطل على الأرجح، هو عقد باطل، ويجب عليه أن يعيد العقد بشروطه، أن يعيد العقد بشروطه. والقول الثاني قالوا بصحة العقد مع تحريمه، قالوا بصحة العقد مع تحريمه، وهذا قول أيضا آخر لأبي حنيفة، وقال به محمد بن الحسن وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة عليه رحمة الله، وهما لا يخرجان عن قول العلماء بالتحريم، ولكن يريان صحة العقد. وجاء الإمام الشافعي عليه رحمة الله في ذلك التفريق بين الشرط وعدمه، يعني بمعنى أن الزوج إذا أراد أن يتزوج امرأة، قال الشافعي عليه رحمة الله: هذه على حالين، إذا تشارطا بالنص، يعني نص على أني أريد أن أحلك لزوجك الأول ثم ليس بيننا نكاح، هذه المسألة على الإمام الشافعي عليه رحمة الله فيها قول واحد بالتحريم، وكذلك بفساد العقد. الحالة الثانية أن لا يكون بينهما شرط، ولكن فيه تبييت في نية الزوج أن يعيدها إلى زوجها الأول، أن يعيدها إلى زوجها الأول. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: العقد في ذلك صحيح، العقد في ذلك صحيح، وترجع به إلى زوجها الأول. وإذا بيت الرجل أن يعيد امرأة غيره من البائنة إلى زوجها الأول، كانت منه من غير اشتراط من الزوجين، من غير اشتراط من الزوجين، وهذه المسألة أيضا من مواضع الخلاف. ذهب بعض العلماء إلى أن الرجل إذا بيت أن يعيدها إلى زوجها الأول من غير أن يطلب الزوج الأول هذا، ومن غير أن تعلم هي، قالوا إن هذا جائز، وجاء هذا عن بعض الفقهاء، وهو قول لإبراهيم النخعي من السلف، قول لإبراهيم النخعي من السلف، وقال به يحيى بن سعيد، وقال به أيضا ربيعة الرأي. والأرجح في ذلك عدم جوازه، أرجح في ذلك عدم جوازه، لأمور، منها أن الشارع إنما ضيق عودة المرأة إلى زوجها الأول إلا بهذه الشروط، وجاءت السنة في ذلك أيضا التشديد، أن يكون بجماع صريح،
بجماع صريح. وهذا التشديد ينافيه مثل هذا الأمر الذي يبيته الزوج أن يعيدها إلى زوجها الأول. ثم أيضا الأمر الثاني أن الزوج الثاني إذا بيت ذلك هذا يفتح بابا إلى مسألة التعريض من الزوجين من يعيدهما إلى بعض، وذلك بأن يتحدث مثلا الرجل أو الزوجة أنها تريد زوجها الأول ولكن لا حيلة لها في ذلك، ولو كان ثمة رجل من غير أن تعين في ذلك أمرا، وهذا ينقض الحكم الشرعي ويفتح بابا من أبواب التحايل على الشريعة. ومن تأمل سياق الآية في التشديد في عودة المرأة بعد البينونة الكبرى من زوجها بطلاق ثلاث يرى أن الشريعة لا تتشوف إلى العودة إلا في باب ضيق، وهذا اتساع لذلك الباب لم يرد به نص. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أيضا عدم جوازه. ولكن لو وقع هذا الزواج بظاهر شروطه وتمت الشروط ثم طلقها نقول إن في ذلك أن الزواج يعمل على ظاهره بالصحة، وكذلك أيضا تعود به إلى زوجها الأول وذلك أن أحوال الأزواج يعني الثاني في أمثال هذه الأمور وتبييت النيات هو أمر خارج عن إرادتهما ولكن الأمر يتعلق بالزوج الثاني لا بالزوجين السابقين وبعض العلماء يشدد في هذه المسألة ويقول إنه إذا بيت أحد الثلاثة الزوج الأول والثاني وكذلك الزوجة العودة وأصبح ذلك موجودا في نفوسهما فإن النكاح في ذلك باطل وهو حرام وهذا مروي عن بعض السلف وهو قول القاسم ابن محمد عليه رحمة الله. وهذا من باب أولى يدخل في أبواب المنع على ما تقدم الكلام عليه. إذا قلنا ذلك أنه في الزوج الثاني إذا بيت من باب أولى إذا بيت أحد الزوجين. منهم من يعلق الأمر بالزوج ويقول أن الشريعة إنما جاءت لأمر يتعلق بذات الزوج، وإذا كان ذلك عند الزوجة أو بيت الزوج الأول أو نحو ذلك مثل هذا الأمر أنه يريد إرجاعها بعد زوجها الثاني ولا يدري عن نيتهما ونحو ذلك، يقال أن هذا يقع في النفوس ولا يؤاخذ به الإنسان.